انت قاعد مع مين في السياره؟ ابغى اجيش معاكم. يلا يا خالد، ما احنا متاخرين. الله يخليك اسمع الكلام. اوكي. يا اختك اخاف ابوك شيء؟ شبوك انت بعد؟ ما في غير ورد وحشيش. يسويها يبوق الحشيش. هلا، حيا الله من يالنا، حيا الله بنات اخوي، حيا الله اللي ما يزورونا الا في السنه حسنه. الله يحييك عمي، احنا ما نعرف ظروفك علشان نزورك، بس انت تدلي البيت وتقدر تزورنا في اي وقت انت تبيه. اوه، تدلي البيت، هذه كنها نغزه، لكن ما عليه، مقبوله منك. هي فقر، ما عرفني على الفتيات اللطيفات. ايش فتيات انت بعد؟ هذيلا بنات عمك مها والجازي وهاله، طبعا اكيد انتوا تعرفونه. ليش؟ هو مشهور؟ حلوه. انا فيصل، كنت ادرس في امريكا، تميت هناك 10 سنين، وقبلها كنت في لندن 11 شهر. ومبين عليك انك كنت في امريكا، كأنك جاي من الهند. بعد حلوة، بس لا تعيدينها مرة ثانية. يا عمي احنا مو جايين نضيع وقتك، نبي ندش في الموضوع على طول. انا كلمت لك الشغل، وتعرفين الوزارة تجيها مئات الطلبات، وتخصصك مو مطلوب. صبري شوي. بس يا عمي انا صار لي سنتين. ليش قاعدة في الشارع؟ عمي كأنك ما تدري بظروفنا. اوف، يا كثر ما تتشكون، ايش ناقصكم؟ قاعدين في بيت ملك، لا تدفعون اجار ولا ماي ولا كهرب، وتقبضون معاش المرحوم، وانتي تشتغلين، ايش عندكم من مصروف؟ يا عمي احنا 4 بنات، 4 بنات. ناقصكم ضابط وتسوون فيلمك الطريق. احنا صحيح ما ندفع الاجار والحمد لله، لا ماي ولا كهرباء، الحمد لله الدوله ما قصرت، بس هم عندنا مصاريف وايده، وانت طبعا وقتك ما يسمح اني انا اعدها لك. يا عمي احنا مو جايين نطلب مساعده، احنا جايين نقول لك ان مها بتطلع ليسا. شو؟ شو طلع ليسن؟ ان شاء الله تبي تسوق بعد. هي واتس اب فادر، في امريكا البنت من الصغر عمرها 16 سنه تطلع ليسن. انت واسكت، احنا ما عندنا بنات تسوق، وشيلي هالفكره من راسك. عندكم لدريول يوديكم ويجيبكم. لدريول ياخذ 600 ريال غير تذكرته اللي كل سنتين انت سلفها له. ما تبيها تسوق ادفع معاش لدريول. وانتو شلون عايشين؟ ما ادري. ابوك من زمان كذي؟ من عرفته وهو كذي. لا حول ولا قوة الا بالله، ناس يتمنون العيال وناس مو بعارفة قيمتهم. انتو وين ساكنين؟ هلي قاصر، بعدها بنعطيك العنوان. في بيتكم الاولي؟ انت تدله؟ عمي جابر الله يرحمه ابو بنات عمتك مها وهاله والجازي وريد. بل 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 بل، انت تعرفهم وليش ما تروح تسلم عليهم؟ اسمك خالد مو بكذي؟ اسمعني يا خالد، انت باين عليك ولد ذكي ونبيه وتفهم. خالد مو باي واحد تقعد معاه تسولف له عن ابوك وعن خواتك واسرار بيتكم. البيوت اسرار، واللي يطلع سر بيته مو هو بريال. بطل الباب اللي داخل، بطل الباب حق اللي برا. Oh,
باب اللي داخل بطلوا حق اللي برا. ابو خالد خير؟ شو تسوي انت هني؟ لا ولابس جلابية مقلمة بعد، خلاص طلع العطب يعني؟ ليش تسوفينا كذي؟ يعني ايش في ضريناك يا سعيد؟ هذه بيتنا يا ابو خالد، وبعد انت شو مطلعك وانت على هالحالة؟ بيتكم؟ متأكد؟ خلاص يعني واثق من نفسك؟ قلت لك يا ابو خالد هذه بيتنا، وهذه القعدة اللي يقعد عليها الوالد، بيت البنات في الفريج اللي ورا، بس ما حد هناك. طق الباب ما عاد يبطلي، لكن ما عليه، وين بيروحون مني؟ ما عليه، ساكت الحين، لكن بعدين اللي عصبت ما راح اسكت، انا العصبون اصير كل شيء عايش. كان المفروض نطق الحديد وهو صار. أي حديد الله يهداك. إذا على موضوع الليسن اعتذر وأنهى المقابلة. كل شيء كوم وهالفيصل كوم. يضحك على كل شيء. كنا ما ضحك من زمان. يعني الحين موافقته ضرورية؟ أعتقد كذي. أنا ما علي منه. بقدم على الوظيفة. إذا وافق وعقب بقول له. بيسوي لنا سالفة. مش بيسوي يعني؟ بيحرمنا من الميراث؟ ترى وايد مسوين الحساب. شفتوا شلون بلع لساني يوم قلت له أدفع حق الدريول؟ هم ما قال لنا وافق. مستحيل يعطون الليسن إلا موافقة ولي الأمر. والله قانون غريب، عمرك 36 سنة ويبون موافقة ولي الأمر؟ بعد ثم قلتوا بروح بيت خالي؟ نسيت من بيروح وياي؟ أنا مالي مزاج، بروح أنام. تو الناس عنهم للحين ما صارت الساعة 7. إي بس لدريول ما حد، أنا طرشت أجيب خبز وروتي وخلود راح معه. خلاص أول ما يأمين نسوي سندويشات وكلنا نروح. اطلع برا، اطلع برا. شكلك بردته يا اخي. الناس على بالهم احنا عبيد ابوهم، كنا نشتغل عندهم. اي بس انت تعاملك وايد خشن يا ناصر. واللي يرحم والديك لا تعطيني نصايح. هالاشكال هذه انت ما تعرفها، ان اعطيته وي ركب فوق راسك. هل يبينا غير التقارير وتشذب عشان التامين يدفع؟ بس شكله مسكين فقير يعني. لو شنو انت بعد؟ خلاص يبا خلاص، لا تعصب علي. يعني كان ممكن توصل له هالمعلومه بدون ما تقهره. سمعته يقول لك انه ريال فقير وما عنده حتى يصلح سياره ولده. يا اخي ما عنده يصلح، ليش يشتري سياره حق ولده؟ الحق حق. خلاص يا ناصر الحق حق. وهو وين راح الحين؟ اكيد رد يشرب مره ثانيه. ما كان كذي، شو اللي صار له؟ شوفي يا مريم، باكر الصبح بمر عليك واخذك السوق وتاخذين كل اللي تبينه وتردين مدرستك. وانا بطبخ لكم. تبون اطرشه لكم ولا تجون بيتنا؟ اللي عندكم. خلاص حبيبتي ولا يهمك. صار اناديتش مها ولا عمتي مها؟ اللي ريحك حبيبتي. عمتي مها، حتى خواتي ما عندهم ملابس كلش. انت اللي ورطتي نفسك. انت ايش عندك علشان تسوقين حق عيله كامله؟ تهجون الفلوس اللي عند سعيد بتكفي؟ اي فلوس اصلا؟ انت ايش دروك انه باعهم؟ امين قال لي انه باعهم. انسي الفلوس اللي عند سعيد، انا استلمتهم. امتى؟ وليش ما قلتي لي؟
انزين كم طلعوا؟ 360 ريال وراحوا. وين راحوا؟ انت ما طلعتي من البيت اللي معانا. شلون يعني؟ تحقيقه هو راح وخلاص. مها احنا تعودنا نتناقش في كل شيء بصراحه، قولي لي في شنو راحت الفلوس علشان نعرف. راحت سلفتهم حق وحده رفيجتي تشتغل معاي في المركز، طرشت السايق وخذهم. الحين احنا اللي محتاجين احد يسلفنا تقومون تسلفينها؟ ومتى بتردهم ان شاء الله؟ هي بعد حالتها تعيسه، لما الله يسهل عليها ان شاء الله بتردهم. بسم الله الرحمن الرحيم. منو ذي؟ شفيك ماسك الصباح كذي؟ انت احمدي ربك اني ما سلمتها للشرطه. ليش؟ شو مسوي؟ شو مسوي؟ انكم ما تدرون عن ولدكم؟ ما تسالونه من وين جايب هالسيكل؟ هذا سيكلي. سيكلك يا الحرامي يا البواج، هذه سيكل ولدي وهذه ثاني سيكل اختفي من حوشنا. هده هد نصبي وعمى بعين العدو. هده بعدين شراك انها سيكل ولدك كاتب عليه اسمه؟ بالعون انه قلبي كان حاس. هات شوفي، ها معلمه باللون الاحمر. علموا عدو ولدكم، علموه من يشوف له باب مبطل دش وقام يحوس يحوس. علموا بعدين، ترى شوفي هذه اخر مره، المره الجايه مالكم الا الشرطه. مو بقايل شيء، مو كفي سنتجات ولا لهفتوها. هذه كلش ما عنده احساس. مو بس هو اللي ما عنده احساس، الساعة صارت 9 وللحين اختك ما شرفت. ليش كذي؟ احنا ايش طلبنا؟ المطاعم الراقيه دائما كذي اسعارها مرتفعه. ما علينا، الحين بتروحين معي الشاليه ولا لا؟ ودي يا شمس، بس انت تعرفين اهلي معقدين، مو نفس اهلك. انا اكلمهم. ايش بتقولي لهم؟ بقول لهم الصج، رحله كلها بنات، انا وبنات خالتي واميره وانتي، وبعدين احنا مو طالعين برا الديره، كلها ويكند وبرد. وإذا حبوا يتضمنون عليك يتصلون تليفون. وين المشكلة؟ ما في مشكلة، خلاص أنا أكلمهم. لا تطوفين الفرصة، صدقين راح تستنسين. تسنعت صرت خوش ريال، لكن للأسف مثل لا تقول تتيتي مثل ما رحت ييتي، ترى انا ما احب كذي. يا ريتني ما ناديت. يا ابوك ترى وديت ابيت بنات اختك، اخاف يتعود، كل من شرب لها المخزي هني. الله يهداك يا ايبه، هو ما كان في وعيه، بعدين ما قدرت اوديه هناك، ثقيل ومتعافي، قلت اخليه يرقد هني وباكر الصبح يصير خير. افرض ان امك هني، بعدها تجيب عندنا. يبا امي مو بهني، وبعدين هذه ظرف طارئ، ان شاء الله ما يتكرر. انت خلاص يبا لا تقعد تحن. يا وان مريم، عطي الغدا يا مريم. يا علك اليوم حتى ينادي مريوم، كيف على بالك في بيتكم انت؟ ويل ما يا سحلج. بو خالد، بو خالد قمها وقم. بسم الله الرحمن الرحيم. مريوم ايش في وجهك انقلب ازرق؟ اي مريوم، انا ابو سعيد. ابو سعيد؟ وش جايبك بيتنا؟ من حق المصباح السحري وطلعك. افتكرت شاية تعتذرين عن التأخير. أنا مو في مدرسة داخلية علشان أرجع في الوقت المحدد لي بالضبط، ومو كل يوم قاعدة أطلع علشان تقلبونها لي مناحة. بل كل ما تشوفوني مستانسة تحاولون تنقدون علي. يعني شلون؟ ما تبينا نسألك وين رايحة ولا من وين جاية؟
انا قاعد اقول لكم وين رايحه وين جايه، ايش حق العقد بعد صرنا معقدين. تصبحين على خير. ما انا عارفه شلون اتصرف معها، شلون اقنعها ان انا خايفه عليها وان من حقي احاسبها على كل خطوه تخطيها. لو امي وابوي موجودين كم تصرف معاهم كذي؟ ما ادري يا مها، بس احنا ما نتناقش معاها بهدوء، كل نقاشاتنا تنتهي بصراخ. هي تطلعني من طوري، كل كلمه اقولها لها انا قراد عندها جاهز، واخرتها طلعنا معقدين. تفتكرين فعلا احنا نحسدها على انها الوحيده اللي مو شايله هم وما لها علاقه باحد؟ لا عاد مو بلهالدرجه، شيليها من راسك الحين وفكري باكر من وين بتجيبين فلوس حق مريم. مدرسته باكر الخميس. شوف احنا مو ناقصينك، عندنا مشاكلنا الخاصه ومو ناقصين. باكر ترد بيتها لك وليدنا العيد تعال عيد. باقي وايد على العيد، باقي شهر يمر بسرعه. زين ليش ما ركبتوا الكيبل الجديد؟ الحين انا قاعده اكلمك في سالفه مهمه، تقول لي كيبل؟ ايش كيبل بعد؟ اوه فراكم انتم ما تدرون عن شيء، ترى في كيبل يطلع 60 قناة، كل قناة تقول الصوت عندي. انتم وين تعرف هالسوالف؟ أول مرة أشوف حرامي مثقف. لا تقولين حرامي، أنا مظلوم. إيه صح. إنزين والكيبل اللي تقول عنه هذا من وين يجيبونه؟ أنا أدري مكانه، تبين أقول لك واحد؟ الساعة كم الحين؟ الساعة 10. في الليل ولا في النهار؟ لا في الليل. عيل ليش تعشوني ريوق؟ اسمح لنا، هذه الموجود. ليه خلاص ثاني كلام ثاني معاك. يا مال لضعفه جايب لك أكل عمري أنا ما أكلته في بيتنا. وين؟ يا حبك حق عاير بزعيد. وين؟ يلا ما عليك أنا كيف شيء. شوي شوي تعال وين بتروح؟ لحق لحق يا ابوك يا سعيد لحق، بروح ما صح الحين من المخزي. ان شاء الله ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله. شوي 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 قبل ما وصلك بيتك. شوي بالقوة توصلني البيت من بعد بيتنا الحين. هدي عاد. الله يهداك يا أبو خالد، أنت من باب الصالة ليه باب السكة طايح مرتين؟ لا تطلع إشاعات علي عاد، واحترم نفسك. مو بعشان بس احتجت لك كم من مرة تقط الكلفة بيني وبينك يا زعيمة. كم مرة بس؟ الله يسامحك. يلا عاد يلا عاد لا تعطلني بسرعة. شلحول لا تعطلني، مستوي نفسك بس رجل مهم شاعطلك فيه. زينك مزين شغلك صوتي زهر ايام استلق مرة وعن ايام. ابو خالد يا ابو خالد ابو خالد ايش تبي انت؟ ابو جوانا قولي لحمدي برا. انت ما تستحي على وجهك؟ تعرف الساعة كم الحين؟ وش لي بالساعة؟ يلا يلا نادي قولي لحمدي برا ناطرك. أبوي ما حد وروح ادلف يلا يلا. روح بلا رد إن شاء الله. جحم بتروح معي البيت بتلكة يعني؟ الله يسلمك. حمدي حمدي مالك خص فيني؟ كفاية بنتك هزعتني. تعالي يا ريال يا صديقي، خروا نكمل الزهرة. ابو خالد مالك قصد حمدي؟ اوكي اوكي هير 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 مجاور هير سعيد. يلا نمشي نمشي. يلا ودنا البيت، ولا اقول لك ودنا خلنا ناخذ لفه في البريج. خلينا صباحي سهرتنا هالليله، خلونا صباحي.
أمها؟ أخلي هذه بعد ما أحتاجها. تحبين تروحين معي سوق الذهب؟ لا بساعد هالة في المطبخ. زين، تبون شيء من الجمعية؟ أبشرك هالة مجهزة ورقة كلها طلبات. لا عيل خليني أمشي قبل تشوفني. لما أقول لك شيء تنفذه على طول، أي ورقة ما عليها توقيع ترجعها، أي شيء يدخل في المخازن أو يطلع من المخازن يكون بعلمي. أنت تفهم ولا ما تفهم؟ يلا مع السلامة. تفضل. خلها راجعها، عليها توقيع الوكيل، باقي بس توقيعك. بقراها أول. تفضل في شيء؟ أكيد موقع. أنا أرسل من هالمدير ما شفت. نفكر نفس الكل في الكل في الوزارة. لو أنا منك أروح حق الوكيل وأقول له هالمدير ما يعترف بتوقيعك. من قال لك ما يدري عنه؟ هذه ما حد يدانيه. مفروض رفض يوقع. مو على كيفه، غصبا عنه بيوقع. بيت ما عنده أهل. ما أدري. مش مش. إيه؟ هذه كلها لنا؟ أملاك المدام، بس أنا اللي بانيها. شو رأيك؟ أتينن فذر. وكم إيجار الوحدة؟ 8000 بس. شوية صح؟ بالنسبة للشركات شوية، بس احنا مأجرينهم كلهم حق شركة واحدة. والفلل اللي على الشارع بعد بتأجرهم؟ اي فلل، انا راويتك فلل وايد. الفلل اللي احنا السوبر ماركت الكبير اللي نسيت اسمه. اي لا لا لا، الفلل ذي للبيع بس. اشوفك مهتم بشغلي، امك موصيتك تي معاي. نو فذر، انا تمللت قلت اطلع اشوف الدنيا. على فكرة فيصل، انت شنو تخصصك في الدراسة؟ هندسة معمارية؟ عيل هندسة مدنية؟ حلوة حلوة من صدقك فذر، ما تعرفش دراسة. يه وانا اش دراني؟ انت كل سنة وسنتين تبدل تخصصك، اش دراني اش رسيت عليه؟ تبي الصدق؟ انا من كثر ما درست نسيت اش درست، بس لابد بي يوم بتذكر، ولن تذكرت بقول لك. ممكن نتأكد من المروق الحين نشوف طعم. وهي شمس تو الناس باقي وايد على أربعة. هم بتلاحظون أعزائي شنو؟ شلون بياخذ تعملين حسابي؟ قصري شوي. أنت اللي صكت تليفونك وبيسوي لك مهرة في البيت. لحظة شمس، عندنا هني ليمون الأسود ممكن. هذا اللي انت فالحه فيه، بتندعسين في غرفتك لحد الغداء وبتزحرين وبتمشين هذيك الطوفة. بتدرسين؟ قطع صدق سخيفة. خلاص نخفف النار ونغطي الفرن. هلا معكرونتك بتحترق بين الفرن؟ لا تبندين شيء عقب بعد تقولين انت اللي سويتيها. قطعة معدنية. هذا الوقت تأخروا. عدل كلام اختك مريم، لازم نقول حق ابوك انكم تتغدون عندنا. انا ميت جوع من الصبح تدورون، دورت راسي معاكم، انا غلطانه وياكم. رحت معانا علشان نشتري لك هدوم.
حتى شكرا ما قال لك. تريد تدخلين؟ انا اعرفه من قبلك. شلون يعني تعرفنا قبلها؟ كلكم مثل بعض، وبعدين هذه اختك الكبيره، اذا تكلمت تقول لها ان شاء الله. ما سمعت؟ ان شاء الله. المهم ابيكم تقعدون بالسياره لما ارد. يلا. من زمان ما تغديت برا. هي مامي لين الحين ما تغدينا. قصدي ما طلعت. منك كل ما اقول لك اني طلعت تقولي مالي نفس، يا ما في البيت ولا مسافره. بصراحه انا ما احب اطلع الا في السفر. على فكره اليوم اتصل فيني صديق وسالني انتو صج بتبيعون ارض المدام؟ ردينا شوف عد، احنا طالعين نغير جو، لا تقلبها غم. يا الله يهداك، بس انا ادور لك الزين، انت عاد اسمعيني للاخر. ايش قال فدر؟ قال لو تصبرون عليها شوي بتجيب 3 مليون واكثر، لان في مخطط بيبنون عليها فندق. وكم جايبه الحين؟ 2 مليون بس. خلاص مامي شنو مستعجله؟ صبري عليها. لو على الكلام الواحد لا باع ولا اشترى، بعدين التجاره ما يبغي لها تردد. وانا اعطيت كلمه للريال، خلاص عاد الريال يقص عليك يبي يربح من وراك، صدقيني انا. وانا اقول ليش عازمني برا؟ تبي تستنفع انت بعد. يا اخي فلوسها وهي حره فيها، واحنا مو عيالها، يعني ما نستاهل انها تساعدنا اكثر من كذي. ناصر يا اخي انت تشتغل وانا اشتغل، زوجتك تشتغل وانا بعد زوجتي تشتغل، وكل واحد فينا يقبض معاشه كامل وما يحط ريال واحد في هالبيت، ومو ملزوم منه انه يحط. اعتقد يا ناصر عيب، عيب تقول لها تعالي يا يمه عطينا مصروف جيب. يا علي انت ما عندك مشاكل، بس انا البنيان كاسر ظهري، المقاول موقف البنيان بسبتني ما سلمت الدفعه الثالثه. وليش ما بنيت عند الوالد؟ على الاقل كان بيصبر عليك. هذاك هي ابني عند الوالد، الوالد اقول له عطني 50 ريال حق البترول يقول لي ما عندي، تبيني ابني عنده؟ الغريب وايد ارحم. خلاص كلم امك. علي انت اخوي العود، واذا كلمناها انا معاك بتسمعنا، احنا هم عيالها، مو بس هالخبل تصرف عليه ملايين. لا 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 تدخلني في هالمسائل، اللي بيعطي شيء يعطي من نفسه. ملايين تصرفها على سفراتها بلندن وباريس، وانا وياك مبطلين حلوجنا وساكتين. يا اخي حلالها وهي حره فيه. صدق ما عندك احساس؟ انا لو بشتغل 100 سنه ما راح اوفي هالمبلغ هذا، وهي تصرفهم بشهرين؟ مشكلتك ما عندك عيال تحاتي مستقبلهم، كم اصار هذا موقفك؟ ماي حاط مكيف الماي صباوي شو. انعم الله عليكم. بالعافيه حبيبتي. ها ايش رايكم بطباخي؟ يا خوش طبخه يا بنت اختي، طالع على المرحومه انفسك حلو في الاكل. يعني مو ندمان انك جيت ويانا؟ لا مو ندمان، بس كنت ابي ارقد شوي. خلاص دش غرفتي ونام. خلاص طارت النوده الحين، عندي اشغال ابي اخلصها. يا خالي انت ما تشبع؟ بلا شبعت، خوش مكرينه مكرينه. انا قصدي عن اللي بالي بالك، لين متى بس يا خالي؟ ايش فيش انت؟ خبله؟ المواضيع هذه ما تنفتح قدام العيال. خالي ممكن اتكلم معك؟ عيب تكلمون خالكم كذي؟ عيب؟ اخ الله يرحمك يا اختي، اكبر مني لكن عمرها ما رفعت صوتها علي. طيب ما شاء الله نفس الشبه انتي طالع عليه، خلاص كبرتوا وكبر راسكم،
تستخفون بي قدام عيالي. احنا نكلمك لان ما نبي احد يستخف فيك. احنا ما لنا غيرك وعيالك ما لهم غيرك. ليش تبي تيتمهم وانت حي؟ شو الحكي؟ عشان بس الحالة كثيفة تكلموني جديد؟ عبالكم انا ما اقدر اكلهم واقوم بهم؟ انا رحت بيتك، الظاهر انت ما تدري عن شيء. البيت ما في شيء صاحي، لا الغسالة ولا الثلاجة. انت مصدر دخلهم الوحيد، ومع هذا كله ما تدري عنهم اذا كانوا يواعى ولا شباع. ليش وصلتهم وصلت نفسك لهالحالة؟ بس ابشرك بيني وبينك، عزمت اترك الشراب. متى بس يا خالي؟ قريب ان شاء الله، وكل شيء بيرد احسن من الاول. ليش مو اليوم بس؟ كنت ابي تحكمين فيني، قلت لك قريب وخلاص. ولا تسويني انت في الليل لكوي وفي النهار لكوي، توك البارحه شحلوك معي بسرعه تنقلب. شوف انا مو من سناينك عشان تاخذ وتعطي معي. قلت لك شو تسويني؟ يا ياخذ سيارتي، هذا بيت عائله مو مع سيارات. انا ما اعطهم سيارتي يستعملونها وسيارتهم خلصت، يا ياخذ امين معي الجراج علشان يرجع سيارتهم. فهمت ولا فهمك اكثر؟ كمل قصتك، ما عندنا شغلة فاضيين لك، طولت وهي قصيرة. يلا كمل، نستوي الراوي أشوفك. يلا عاد. الله يشفيك. أمين. إيه بابا. ناد ماما مها. هي مامي، الريال عازمنا، تقومين تزعلينا ولا تغدى؟ انت ما تعرف ابوك كثريانة، عباله ما ادري عن الصفقات اللي يربحها من وراي. هو يبي يبيع الارض عن طريقه علشان يلهف له 40,000 50,000. انا فاهمه وساكته بس ما ادري لمتى باسكت. بس بعد له نظره ويفهم. ابوك وش فهمه؟ كل الخير اللي احنا فيه بفضل تفكيري وتدبيري. اي لو مو بانا كان تم موظف في البلديه راس ماله راتبه. أنا اللي سويته وكبرته وشجعته إنه يفتح شركة مقاولات، وبفضلي أنا كبرت الشركة وصار لها اسم في السوق. بل 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 مامي، إيش كثر ترددين هالقصة؟ أنت سألت وأنا جاوبتك، وبعدين أنا طول عمري أتبع حدسي وحدسي ما يخيب. من هو حدسي ذي بعد؟ حدسي يعني إحساسي، فهمت؟ ها يعني أبوي معتمد عليك، يعني لازم أنا أعتمد على نفسي وأشتغل. انت بتشتغل؟ انا لين الحين ما ارتحت، ما صار لي شهرين ما رديت. خلاص انت ارتاح، متى ما تبي تشتغل اشتغل. بس مامي انا ما عندي سياره. خلاص حبيبي، من باكر روح اي معرض واختار لك السياره اللي تدش مزاجك. بس السياره اللي في بالي ما يبونها الا بطلبيه. وش تنطر؟ اطلبها يا بعد عيني. يه يه يه. في هالحاله ما ادري من هو لي امرك، اختاري انت، يا خالك يا عمك. لازم يعني؟ ما اعتقد خالك مانع. ليش ما كلمتي؟ اكلم عن شنو ولا شنو؟ انا ودي اساعدك بس هذه القانون اوراقك ما نقصها الا موافقه ولي الامر وصوره من بطاقته، واذا اكتملت انا عندي رفيج بيخلص لك كل المعامله من غير تراي. وانتي تبين تاخذين ليسن من غير تراي؟ لا طبعا، ما بيعرض حياتي وحياة الآخرين للخطر. هذا اللي أعرف عنك، أول ما تي الموافقة بادخلك مدرسة لتعليم السياقة. كم ياخذون؟ انتي ما لك شغل هالمرة، خليها على حسابي ولا كلمة. إذا معتبريني واحد منكم أنا لازم أساهم. انتي بموافقة خالك وخلي الباقي علي. وانا ما احبك يا حمدي هلا، بس انا احبك.
وين الاغاني الحلوه؟ عبيك عبيك عبيك. اكل من خيري واشرب، جبت لك الشراب والمزه والزقايه. شوف مزه غنم طيب رويد نخي حمار، هاي مزه عن الغلط عاد. خلاص حمدي، انا خلاص بقطع الشراب، بهدلني انا قررت اقطع. متى؟ انت شلكص اقطع وقت ما انا بكيف. يا حمدي ما بروحي مهموم، اليهال مصوب بتشكون، يقولون اني انا ما اكلهم ولا البسهم، انا مقصر يا حمدي. يا اخي انقطع لسان اللي يقول انك مقصر، ايش يبون اكثر من كذي؟ رافض تتزوج علشانهم، ايش يبون اكثر؟ شفت يا حماده عموما ما اقولهم مذموم، شفت انا رحت لهم وقلت لهم تعالوا معاي احسن، قالوا لا. احس انهم ما يحبوني يا حماده. كله منك تبي الصج ابو خالد، انا عيالي مو بكفو يحطون عيونهم في عيوني. انت ما عندك عيون؟ كان عندي بس بيني وبينك مشيتهم معهم يا اخي عور راس. زين قول لي يعني حماده شزو عندي شيء وعزيت عليهم؟ قول انت. ما عندك الا قمل ثيابك. تخسر انت يا البرغي. بو خالد انت اليوم قاسي علي، انت مجرم قاس اليوم، انا مخصمك محلي على راسك كأنك طباخ في مطعم. خلاص انا مالي قاعده وياك. زين قاعد وبعمل قاعد. قل لي الجزو معاش التقاعد نصه يروح حق الزلف ونصه يروح حق اغزاط الزيارة، وش يبقى؟ 1050 ريال، شو تسوي؟ يلا قول يا حمادة وتوتو. يا اخي سيارتك ما حد يستعملها، دخلها الورة. فكرت رحت لهم وقلت لهم دخلوها الورة، قالوا لازم بتجيب معاها دريب. قلت اوكي ما بروبلم. يوم فكرت اجيب الدريفر قالوا حنشوف لك واسطه حق الورق. من وين اجيب واسطه؟ الواسطه موجوده وقدام عينك في اكثر من بو علي. منو بو علي؟ ايه بو علي اللي اخوه كان ماخذ اختك. ايش فيك انت ما تركز؟ حالة للقوة الاحتياطية؟ يعني شلون؟ يعني نقعد ببيتنا؟ يعني انتهت صلاحيتنا؟ اي بس ليش؟ شو السبب؟ تسألني انا ليش؟ تسألني انا؟ انا مذهول يا ناصر، راسي يلف، حاس اني في كابوس. تهدني بالأداء الوظيفي؟ أنا؟ شلون؟ أنا أول واحد أداوم وآخر واحد أطلع، شلون؟ طيب أنت عرفت السبب، بس أنا ليش؟ بتسمي هذا السبب؟ ممكن يذكرون 1000 سبب وسبب، بس ليش؟ شلون؟ أنا ماني مقتنع، ماني مصدق. أنا ناطر دورة ترقية مكافأة، يقولوا لي ما نحتاجك.
شلون بحيد تنظيم حياتي من جديد وانا للحين في بيت اجار وبيتي ما خلص ومرتي ما تشتغل؟ قلت لها ابعدي في البيت علشان تفرغين حق العيال، راتبي يكفي ويزيد. شو اسوي الحين؟ شو اسوي؟